اسمع اجيك برو اديك تو اجيك سوي داح داح تعال يا احمد بحريني عبد العزيز طابور تكفى صباح تعال تعال طابور طابور تكفى يلا اقلب بس انت بال على راسك ها انت وقت تاخذ درجه حلوه فما لا داعي ينفقع راسك ايه تعال تعال يا اخي طابور طابور صباحي انا مدرس الرياضه لا الا انا مدرس الرياضه انت لا لا الرياضه انا مدرس الرياضه يا المصري يعني مدرسة أهلية احنا طلاب ابتدائي عندنا إذاعة أنا اللي بقدم الكلمة بس سياد بس إيدك على إيد ظهر زميلك بس سياد اللي خايف اللي خايف طابور واحد ايش ماخذ كذا طالب ابتدائي إيه أيوة على ظهر زميلك خليك في الصفيات أنت يا دل اسمك إيه لا لا أنا أنت يا أبو بشاك أنا ازاي كل واحد إيده على ظهر زميله ما بلاش من اللطمة دي استاذ فك فك ما فيش عجاج ولا حاجه فك هذا بلاش استاذ مين استاذ مين حظي عجاج لا كده لا 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 ها وش اساتذة انتوا وشو؟ الله يرحم امكم يا اساتذة وشو؟ استاذ 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 تدقون استاذ اذاعه 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 استاذ 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 يلا يا شباب خلي عاد احنا خايفين فهمت لو صيرين اللي ورا ما تتلطموش ايش هذا المدرس اللي ما خلانا نقدم نقدم يا ليل يقول خلينا نقدم اذاعه لا هو المدرس ولا مدرس طابور واحد اثنين ثلاثه اربعه انا حق البدنيه عطم التمرين 1 2 3 4 احنا اذاعه اذاعه طيب يا خالد نبدا اذاعه خلينا نغلق اذاعه ونكمل تمارين انا هل تعلم انا بدخل على فكره مسخره يلا شاهد انا تدري 85% وخليتها خليت 85% وشكرا شاهد شاهد نعتز فيها من واحد مسخره تفضل انا شاهد نعتز فيها اطلع لك تاخذ دورات على المسافه ان شاء الله عليك زي حقاس يلا يلا انا بدخل في المقدمه على طول ما عاد ما اعرف اقدم والله تنقعني يا الربع ايش ذا انا خايف خايف اسوي كلمه الصباح اسرع اما الان كلمه الصباح حكمه حكمه ايش اسمك ايش اسمك حكمه علي الكلثمي امسك المايك هل تعلم ان اكبر بيضه في النعامه هي بيضة النعامة؟ الله أحفظه هل تعلم أن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة؟ هل تعلم من أخطر أول طيران في العالم؟ أنا عباس بن فرناس هل تعلم؟ المتأخرين ما حد يغيرها يا رجال جودة جودة جا 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 ولي أمر الطالب هذا المدير لا والله توقف أنت المدير وأنا اللي بأوريك فيهم يا شباب نبدأ التمرين أنا مشرف من الوزارة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة مدرسة الدنيا دي شايف والله مدرسة الدنيا عشان أضبطهم اسمع بالله دقيقة ما بسوي مدرسة الرياضة ذي مو عبد الله زي مدرسة بدنية يوم تجي ايام اختبارات يقلبين بالثوب يعني انك ما بالله صح بس طريقة عطل تمرين يلا يلا تمرين الطلع عطل تمرين يلا مشرف من وزارة اللي قاعدين في الارض مشرف ذا دوحت يا تلحلح العربية ايش فيه لا 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 قوم يلا خليك ما تطور يلا عطل التمرين اسمع الكلام تعبان يا استاذ قوم 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 ايدك على ظهر زميلك تعبان ايدك على ظهر زميلك ما بلاش اكل في طابور يلا يلا سوي ما بلاش اكل وشرب في الطابور يعني لازم ندقق يا عيال يا عيال اه بالله يا طابور يعني يا استاذ هذا متعطل يا استاذ محسن المدير انا انا خذ مسافه بينك وبين زميلك حط ايدك اللي نايمين في الخلف اسمع يد اسمك ايه يا سعد يا سعد اي والله رياضيات جغرافيا انا مدرس الرياضيات وانا المدير ما يمدي يلا اقول لك انا المدير وهذا مدرس الرياضيات وهذا لا لا اي مدرس المدير دائما يسوي زي كذا في تمرين ذا الحين يلا التمارين مش بس كلام فاضي التمارين لصحتكم انتوا عشان النشاط تمام اضبط الصف اضبط الصف اضبط الصف لو سمحت علي المشاركه خلينا مع المشاركه يا احمد لا في انت بعد انت ما سمح لك تفضل لا لا يا استاذ منصور استاذ منصور باب ما جاء في الجحده استاذ منصور اضبط الايقاع عندك حاضر اضبط الايقاع انزل طالب يا استاذ علي استاذ علي تفضل انا نحاول نضبطهم استاذ يدفن استاذ يا احمد تراك راسب 20 مره مدرسه شي يدفك ما يدفك استاذ منصور
سعيد اقلي جازني يا استاذ منصور سعيد يضربني الوضع يلا طيب المشرف موجود صفيا محسن صفيا محسن هناك هذا فك وجهك ايش تبغى تدخل بينهم رحنا عادنا انا بسوي لك تمرين استاذ الرياضيات يلا بدلت مدرس سبحان الله ذراعا امام سوي التمرين يا شباب سوي التمرين بالله مد ذراع مد بجيك بجيك جاء المشرف سوي طابور ثالث وليد صف 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 محمد صف محمد ذراعا مد خفض بسم الله ايش يقول مد خفض مد خف ذراعا مد خف خف يقول لك يا ريت تري لا بقول له لا افهم عليه الله يرحم والديكم يلا استاذ ثلاثه استاذ استاذ شباب يا شباب خلاص اي واحد اوعدكم وعد لاي واحد يطبق التمرين الاستاذ محسن يعطيه 6 درجات في الرياضيات صدق الاستاذ استاذ محسن يلا يلا محسن هذا وعد مني الله يشرف مقدارك الله يشرف مقدارك انا اللي بعطيك 6 درجات والله التمرين اضبط لي قاعد بسم الله نقول لا المقصف اللي تفتح يلا المقصف يلا يا مدير نشاركهم يا استاذ عشان يتفاعلوا يلا يلا نقول واحد 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 بسوي كذي 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 يلا يلا ايوه حرك بطنك حرك 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 ايوه نبغى البطن يطلع يلا عقب السبايسي عقب السبايسي زين نبغى البطن يطلع يلا قدام 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 يلا عشان الصف الصف يمين 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 يمينك شمالك شمالك يمينك بارك الله فيكم استاذ المدير ما يقدر ينعطل بارك الله فيكم كملوا داون 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 لا لا عطنا ذي حق الذي خلاص داون 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 بطريلك بطريلك داون كذي 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 ما ادري زين ممتازين ممتاز هذه حق الموز زين عطنا الان الحركه الحركه في معقبين طلع لهم هنا ضبطهم يا استاذ منصور اخلص شيل هالمغتر برا طلع المغتر برا تفضل اطلع برا هذا جاينا من مدرسه ثانيه صدق ما راح منصور يلا خطوه للامام مع بعض خطوه للامام اي 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 من مكتب يا استاذ منصور كيف بعدين قفزه واحد واحد شيل شيل واحد والله ما معنا سوي التمرين اقول اقول وين حرك سوي التمرين معنا مره ثانيه صفر واحد واحد اثنين ما كنا نسويها بالمدرسة أول مرة أشوفها. واحد اثنين واحد اثنين عشرة شباب عشرة تسعة ثمانية سبعة يلا بطرك عادي ايوه اسرع على الصف انصراف واحدة يلا شباب للخلف دور للخلف دور لا لا للخلف دور عندنا تمرين بسيط ندخل فيه وما نتخصص لكن مدير مدرسة شباب كل واحد ذراعه قدامه كذا ذراعينه ثنتين ثنتين هتوخر شوية نبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة استمروا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة جانب اثنين ثلاثة أربعة خمسة اثنين ثلاثة أربعة يلا الآن اسمعوا الأستاذ حسن لكم ست تأخر يا أستاذ عم الطابور هذا هو ضابطينا ضابطينا هو يا طالب اتياه أيوه. يا طالب ايش يا طالب اتياه معليش يا أستاذ النجاح نعرفه من العينات يا مدير أنت احنا نضبط الطلاب ولا نضبطك أنت سكوت أدري بظرفك أصلا لي مكتب أستاذ منصور أدري بظرفك يلا قول ينزل خلي ينزل عندك شوف صف يا استاذ اخوك اخوك علمني الموضوع استاذ الرياضيات وعدكم بعشر درجات في التمرين هذا يا استاذ علي تفضل اسمعني الله يسعدك تفضل في عندنا تمرين جديد كلمتني عنه امس صحيح عطاه الطلاب ونبغى ضبط من الطلاب عشان اعطيكم درجتين في السلوك وما ضبط استاذ والله هذا الاستاذ انه كريم استاذ زين والعارف انه يبكي ويطوبني ويرمي عقاله من درجتين للطلاب استاذ علي بالنسبه للي بطنه يتاخر عن التمرين لا تحسبه مخالفه استاذ منصور استاذ منصور ما لها داعي اجل لقاء ابدا بالتمرين تفضل بالتمرين يلا التمرين نشيد صباحي هو النشيد هو التمرين اللي حتم بدرجتين نشيد الوطني مع بعض يلا يلا واحد اثنين ثلاثة ساري للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخطاب الاخضر يا احمد النور تضطر رددي الله اكبر يا موطني موطني
عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن طن طن طن. استاذ مكانك مكانك استاذ مكانك استاذ منصور مكانك مكانك استاذ منصور استاذ غشاش استاذ مخصوم من كل واحد درجتين. طن طن هذه ما هي عندنا. طن طن هذه عندك في المدرسه اللي جنبنا. يا شباب مكانكم بالله. انا عارف انكم احسن ناس في الطابور. عندي اعلان يا جماعه. مدرس العصا اسكت شوي. لا لا انا مدرس. انا مدرس مدير المدرسه. انت مدير هذا المدير. ارجع انا مدير مجمع. المشرف انا مدير مجمع ومدير المدرسه. يا مدير ايش تسوي؟ ارجع مكانك. ارجع مكانك يا استاذ. محمد هذا انتقام مو بترجيه. هذا انتقام وليس تربيه. مخالفه على الفوضى اللي شفتها منكم. ايوه. وبعد خدمه في وزاره التربيه والتعليم لمده 5 دقائق اعلن استقالتي. هذا اللي جينا نستفيد منه. هذه المدرسه صاحب المدرس ويستقيل على طريقها. يلا على الفصل الصراط. لا 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 قررنا نعيد الطابور لان في طلاب متاخرين. السلام عليكم. مدرس جديد. هكذا حياكم الله. يا ابونا علي مدرس جغرافيا. يلا 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 استاذ علي. لا لا هذا مدرس فنيه. هذا قوتي الثانيه الفنيه. يجيك مشخص زبرك. يا طالب ارجع مكانك. يا طالب ارجع مكانك. طيب يا شباب. يا طلاب. اعلان اعلان. هاب تفضل. يا طلاب يا مدرسين. يا مدير. يا فنجان مرقه. اذكرني اليوم اللي كي لا اغلو على احد. استاذنا الفاضل. نرحب اليوم بالمدرس الجديد مدرس الفنيه الاستاذ معاذ بن عبد الرحمن. جايكم متزبرق ومجهز. كلمة نظام تفرض. استاذ نظام تفرض هيبتك يا شباب واخصم عليكم. ما طلعنا ما لا ما عندنا هذا. تمام سمنصور. ما عندنا سمنصور. هذا تدري عند مين استاذ؟ تدري عند مين؟ ارسل على المكتب. دقيقة. هذا عند المدرسة اللي جنبنا. اعطوه فرصة. اعطوه المدرس فرصة. ما في احد. لا والله ارفع يدك فوق. استنى خلي المدرس كل جديد يتكلم. صوت صوت صوت. استنى 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 استنى. لقينا ان شاء الله النبي يجي. لقينا عنده شيء. جبينا 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 جبينا. هذا يا مدير. العصا يا استاذ. العصا يا استاذ. العصا يا استاذ. استاذ منصور العصا. العصا نبدأ. افتش طالب معه وارسل عصاك. ايوه افتح السحاب استاذ. والله ما معي معليش الجديد على العالم لازم. شوف في مصيبه في مصيبه هنا. انا في قاع مختلف. افتح السحاب نشوف شنو. تطيح يا ولد. افتح السحاب. ايش فيه؟ ايش حطيت هنا؟ الظاهر اني اخذ الصحفه. افتح السحاب. هي ملعتها. يا استاذ اسلم علي. يا استاذ يا استاذ اسلم علي. يا استاذ يا استاذ خلاص راحت. ما في شيء بطن. العصا تفضل. العصا عشان نثبت المدرس الجديد ان نضبط الايقاعات بدري. استاذ الرياضيات دائما شغلتك. ايش رايك تضرب استاذ الفنيه؟ تعرف استاذ الله لا يهينك شويه شويه. جبه هنا المثلثات. تعرف المثلثات؟ جبه 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 جبه. انا احب الرياضيات. ايش لقي معك؟ ايش لقي معك؟ ايش لقي معك؟ استاذ والله ما بعرف ايش لقي معك؟ اربع استاذ فناجيل. استاذ خلاص. ايش لقي معك؟ استاذ خلاص. تراني بفصل على الكل. لا يا لا لا منصور والله ما ضربته في مربع. بالله عليك اجيب. هذا احتراما لك يا استاذ الجديد. لا لا يا استاذ نرجع الموضوع. انا ضبط الايقاع. في كلمة عند استاذ الفنية الجديد. استاذ الفنية ما تكلم. استاذ الفنية باقي عندك كلمة. خلنا نصف الطلاب. يا صف علي علي صف صف. عندنا اليوم العالمي. اليوم اليوم العالمي للشجره. اسبوع الشجره. حلو 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 حلو. والمدرسه بيجينا مشرفين من الوزاره بيقيمون. نبغى صف جيد مثل الشجره. اسمحوا لنا لو طولنا عليكم لكن عشان ناخذ درجه في التقييم. واوعدهم بعشر درجات في السلوك والمواظبه. 10 درجات من عنده ودرجه من عندي. جميل. لان درجاته ما تحسب تعرفون. طيب ورا بعض. يلا علي وضعيه الشجره. الحين الحين خلينا وضعيه الشجره. يا وضعيه الشجره. يا وضعيه الشجره. عندي قصيده. عندي شجره. انت مش وزاره؟ طب شوي دقيقه تعال. كل واحد يمثل الشجره اللي يعرفها. اسمح لنا اسمح لنا. تفضل اسمعنا تفضل. انت خليدي كذا شجرتين داخل بعض.
استاذ منصور شوف لي الطالب المتاخر هذا دائما يتاخر دائما يتاخر بس الكوم ويمشي استاذ اضرب يا استاذ اضرب يا استاذ فين كنت؟ فين كنت؟ اضرب يا استاذ منصور يا استاذ علي اضرب انا زله كان بين السيارات ايش؟ ايش كنت تسوي؟ يا استاذ علي ايش كنت تسوي؟ اسمح لنا نضبط الطلاب بس شوي ما فيها شيء الطالب هذا خلوه عندي استاذ لي ربع ساعة واقف تبغى شجرة الطالب هذا خلوه عندي يا شباب ما اللي معنا في الصف؟ تتأخر وكذا ما هو عندي يا طالب لو سمحت عاقبهم يا طالب طالب معكم اصلا هذا بعطيك العصفور شو تعاقبه؟ خله خله عندي هذا يا جميع استرح خلك هنا خلك هنا جميع استعد استعد استرح استرح استعد هاي كلمة والرد عطني عقاب ما عندنا مشي الوزارة تفضل يلا يلا استعد مسترح يا ابو منصور استاذ منصور ربي داعي عليك اليوم ما حد عليك ربي مستجيب عطني الاستاذ استعداد للسراح تسمح لي يا ابو حسام العبهم لعبه علشان يدخلون اللعبه بعد المشرف الحين متاخر استاذ والله العظيم هذا طالب معيد عندنا من 6 سنوات معيد يا كابتن هذا في فصل لحاله صار بليد استاذ والله ما ليش تضربونه تضربونه الحين نضربه بس نسوي له خطه مستشار انا بمسك رجلك يا مشرف الميكروفون عندك تفضل قششني شباب تمثال الشجره تمثال لا وخر شوي باقي بيجي الحين مو الحين لا في ناس شجر جاهز عندنا يا استاذ علي يقول لي وقف مشرف الوزارة اعلى منك ومنه اعلى منك ولا لا يا استاذ الحصه تبدا استعجل انا هناك في مكتبك ما هو في مدرستي يا استاذ علي اجتماع خبيث المشرف هذا متاكد منه والله ما ادري السلام عليكم يا مسلمين ابنائي ابنائي واعزائي الطلبه خلوا المشرف يتكلم اصبروا اخواني المعلمين بسرعه يا استاذ حياكم الله بدنيه وبياكم وسدد على طريق النجاح خطاكم امين يا رب يدك 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 في البدايه اعجبتني صراحه الكاميرا الشجرات الموزعه في ارجاء هذه المدرسه ايوه واعجبتني هذه الدله تحيه للمشرف استاذ لا 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 سيد منصور سيد منصور ما يحتاج ما يحتاج ادعي الصف الله يحفظك ادعي الصف بالاضافه الى اعجبتني العصا اللي ماسكها المشرف تبعكم يعطيك العافيه الله يسلمك لكن يحتاج الى ضبط في درجه الضرب التي يقوم بها بدي اشوف ازود او انقص انقص بدي اشوفها ايوه كده هذه بدي اشوفها في مدرستي بدي اشوفها القصه يا استاذ علي هو فاهم اسبوع شجره غلط لذلك قال بيجيب لنا شعر ذا اللي براسه لذلك لاحظت ما في انضباط في اللباس ناس لابسه ازرق على ابيض وناس لابسه رصاصي على احمر ايش هذا اللباس؟ على ايش ايش رصاصي؟ لو رصاصي على احمر استاذ جايبين بنجر هنا ما جبتوه هذا ايش فيه استاذ احمد لو ملاحظات لا ما عليه بالاضافه الى ضبطه انا استاذ علي القوه الثانيه ورا ورا شنباتكم ورا واحد نازل وواحد طالع ولحيه النازله انا باخذ المشرف على المكتب ونكمل مع طلاب التدريب بالله بس بكمل بكمل لا تغطيني بلا كمل الازرق يا شباب كمل هاي هاي يلا عيال يا عيال لعبه سريعه خفيفه قبل عشان تخشون الفصول وانتم متحمسين لعبه بر بحر لعبه ايش؟ بر بحر اسمح لي بس بعد اذنك والله لعبه بر بحر ها لعبهم لعبه بر بر هذا طالب معاقب كيف طلعت يقول تمارين؟ لا لا معيد انا انت لخبطت اني اشبه واحد معي نفس نظام التوام يتشابهون الطالب هذا الطالب هذا انا طالب في اي بي تفضل عليهم اذاعه اليوم عليهم موقف مثله لا لا بضبطك اسمي بس لا 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 ما حد قال لكم ما حد اسمه صالح ليه حصة بدنيه بعد هذه لا ياخرنا يلا يا بغاي يا خلي بيلعبوا بربح يا صالح يلا 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 بعد ما تمرين بسم الله نبدا بار تقعد نهار تقوم يلا ايش عندك؟ كذا ولا استاذ الرياضه غايب وان شاء الله الطالب هذا يكفي استاذ علي استاذ علي في ظرف هنا لو سمعت في قرد دخل المدرسه اعرف هالحركات دي تمشي عليك ابو حساب استاذ يهرب من المدرسه الحقه الله يرعاه يهرب عادي اللي حاب يهرب يعني الحين ما انتبهنا لين يطلع سمزور سمزور نلعب نلعب بر بحر بر تقعد بحر تقوم خلاص استاذ الرياضه غايب لا تستهبل ما عليك يقول بر بر تجلس يلا بر
بر ما شاء الله طالعين بر بحر كنك تتفرج فيه والله بحر مره بس مع بحر 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 يلا بحر يا عيني انت متهزل يا سعد علي والله نظام ما شاء الله ضبطك درجات ما عندي ها يلا سلام نرجع للحوار ارسلوه ل بر ارسلوه ل بحر بر فتش بر فاز محسن ارسلوه لل خشاك استاذ خمس درجات خشاك المرحله الثانيه يلا بحر بر صح يلا بر كمل تمرينك سريع بحر بر بحر بحر استاذ انا استاذ مستر استاذ ارسلني شوي شوي استاذ بر بحر بحر استاذ استاذ يا طارق بحر انا اللي الخبط بر بحر 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 انا مدرس الفله اللي لخبطني يا صار بحر مدرس الفله اللي لخبط بر بحر بحر استاذ انا اللي استاذ قرب لهم بحر اطلع انا بس استاذ باقي انا وياه فاز يا استاذ والله باقي شوي باقي انت الملخبط لا لا والله يستاهل الفوز والله بس استاذ يستاهل الفوز سمي بعد قلبي والله يسلمك بروح بيت اهلي خذ روح بيت اهلك الله يخليك لاهلك ربي يسلم عليك الله يسلمك انت وياه حبيبي والله انا اخذت فله اسباب ما هي الاسباب يا استاذ اسباب غير اللي قبل شوي